أكدت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 5.7 مليون وفاة، وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بكوفيد 19 في العالم 390 مليون و673 ألف و177، وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، تليها البرازيل في المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة الهند. وأفادت السلطات الروسية أن روسيا سجلت أعلى عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19 مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون. وأعلن الفريق الحكومي المكلف بمكافحة الجائحة تسجيل 714 وفاة في الساعات 24 الماضية. وأعلنت إدارة الغذاء والدواء التايلاندية أمس الجمعة أنها وافقت على استخدام لقاحي سينوفاك وسينوفارم الصينيين المضادين لكوفيد 19 لدى أشخاص يبلغون من العمر 6 سنوات فما فوق. وجاء إعلان إدارة الغذاء والدواء في وقت تعمل فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا على تسريع نشر اللقاح لتعزيز الحماية ضد كوفيد 19. وأفادت السلطات الصحية التايلاندية أنه حتى يوم الخميس تم تطعيم أكثر من 70% من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 70 مليون نسمة بشكل كامل، في حين تلقى 21.4% جرعات معززة.